بسم الله مفتوح. بسم الله الرحمن الرحيم. حضراتكم هنبتدي السيشن الرابعة أول ليكشر للدكتور أحمد رضا النجم الصاعد الواعد في اسم القلب الطفل العنيد. هيكلمنا عن السيمبل كونجنتال هارت ديزيز. اتفضل يا دكتور احمد. حاضر. سؤال العرض مش شغال. لا فين العرض؟ انت بس يا باشا انت مش ماشي تمام. طب اشمعنى انا عايز العرض خلاص مش هدي اول حاجه. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم في الاول ويلكم بعد البريك القصير ده. الشكر كل الشكر للاستاذ الدكتور شريف صقر شفاه الله وعافاه على التكليف والثقه. الشكر لكل اساتذتي في اسم القلب وممتد لاساتذتي في اسم القلب في الاطفال. المحاضره عنوانها سيمبل كونجنتال هارت ديزيز والدكتور شريف صقر مكلفني بالخمس عناوين دول الاي اس دي والفي اس دي والبي دي اي والكونجنتال اورتيك سينوزس والاورتيك كوارك. واما نتكلم عن الاي اس دي هيبقى المين تارجت بتاعنا هو السكندم اي اس دي. مراجعه بسيطه قوي على الاناتومي بتاع الانتر اتريال سيبتوم. الانتر اتريال سيبتوم سواء في صوره الاناتومي دي او في 3 دي ايكو يلزمني فيه ان انا اعرف الريمز بتاعته. في فوق اس في سي ريم اي في سي ريم دي الاوفال فوسه دي ريليشن للترايكاسبيد فالف ودي ريليشن للكرونري ساينس وريليشن للاورتيك فالف. دي هي السراوندنج ستراكشرز بتاعت الانتر اتريال سيبتوم وهي لما يبقى فيه سكندم اس دي هتبقى الريمز بتاعته. طيب هو الاس دي ايه؟ هو الاس دي يا اما ساينس فينوزس اي سي دي ودي حاجه رير سوبيريور فينا كافا تايب اكتر من اي في سي تايب. الهول مارك بتاعه هو ان الاس في سي اوفر رايدنج الليفت اتريوم والرايت اتريوم يعني هاخد فلو هاخد كلر فلو هلاقي الاس في سي فلو داخل في الليفت اتريوم والرايت اتريوم. غير كده مهما كان قريب لو الفلو بتاع الاس في سي مش داخل في التو اتريا هسميه هاي سكندم اس دي. واكيد معاه بارشال انومالس بالمونري فينس ريتيرن وساعه ما هلاقيه لازم هعمل عين سي تي عشان اشوف عدد البالمونري فينز واشوف هم محتاجين انترفينشن ولا الانترفينشن هيبقى على قد الساينس فينوزس بس. تاني نوع هو البريمم اس دي والحاجه المميزه فيه ان هو كونتينوس مع الاي في فالف وهو بارت من الكومون اي في كانال. يعني ايه بارت من الكومون اي في كانال؟ يعني وانس قلته منتظر ان انا اسمع الكومنت على الميترال فالف از ات كليفت ميترال اور ذير از انلت ماسكولار في اس دي او بقيه الكومبوننتس بتاعه الاي في كانال. اخر واحد هو الكورونري ساينس ديفكت او الانروفد كورونري ساينس. والانروفد كورونري ساينس ده موست بروبابلي هيبقى معاه بيرزيستنت ليفت اس في سي. مش هتكلم عنهم اكتر من كده وهدخل على السكندم اس دي وهراجع الرمز بتاعته تاني نحفظها على صوابعنا. الاس في سي فوق والاي في سي تحت. البوستيريور ريم ريليتد للرايت بالمونري فينز وقدام الترايكاسبيد ريم والاورتيك ريم. نبدا بحاله بقى على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. الست دي عندها 32 سنه بيجي لها ديسني اون اكزيرشن فانكشنال كلاس 2. بعمل لها ايكو لقيت الار في دايليتد شايفه في الباراستينا لونج اكسس وفي الابيكال 4 لقيته دايليتد وببص عليها في الابيكال 4 وحطيت كلر لقيت فيها اي اس دي بعد ليفت تو رايت شانت. حسبت لها كيو بي على كيو اس 2.2 هنت صغير قوي. يعني ايه كيو بي على كيو اس؟ يعني نسبه بالمونري افكتيف سيركيوليشن لسيستميك افكتيف سيركيوليشن بتتقاس احسن حاجه بالقسطره بالهارت كاس ممكن تحاسب بام ار اي واقل حاجه انها تقاس بالايكو. في محاضرتي انا في السيمبل كونجنتال هارت ديزيز مفيش مشكله انها تقاس بالايكو لان الفلو هيفضل زي ما هو بتاع البالمونري سيركيوليشن والسيستميك سيركيوليشن. انما لو العيان عنده مثلا ضغط ديبندنت بالمونري سيركيوليشن او ضغط ديبندنت سيستميك سيركيوليشن انا مش هقدر اقيس كيو بي على كيو اس بالايكو لان هيديني فولس ريزلت. اوكي هي عيانه عندها اي اس دي وار في فوليوم اوفرلود وهي سيمتوماتيك. هي اكوردنج للجايد لاينز هي انديكيتد انها تعمل كلوجر. الكلوجر ده هيتعمل بي اس دي ديفايس اوكلودر ولا هيتعمل سيرجيكال؟ رحت عملها تي اي عشان اقيس الديفكت واقيس الريمز. قست الديفكت سواء في الفورست تشامبر بالتي اي عند زاويه زيرو وكملت في البايكيفال فيو عند زاويه 110 تقريبا وشويه مانيبيوليشن وقست الريمز لقيت ان الحاله كل الريمز بتوعها سفيشنت كله سفيشنت يعني اكتر من خمسه ما عدا الاورتيك ريم. هنعملها اس دي ديفايس ولا مش هنعمل؟ هنعمل لان الاورتيك ريم ممكن يبقى ديفيشنت عادي ونعمل
الاي اس دي ديفايس كلوجر. يبقى المسج لو كيو بي على كيو اس اكتر من 1.5 العيان انديكيتد للانترفينشن، لو في ار في فوليوم اوفرلود انديكيتد للانترفينشن، الديفيشنت اورتيك ريم از نوت ا كونترا انديكيشن. طيب تاني حاله الراجل اللي عنده 30 سنه برضو نيها كلاس 2، الاي سي جي بتاعه في رايت اكسس ديفيشن والايكو في السكندم اي اس دي، ده السكندم اي اس دي ده مازال ليفت تو رايت، بصيت عليه سب كوستال، مهم قوي السب كوستال عشان الانتر اتريال سيبتم. وبعدين عايز اخد ديسيجن هعمل له ديفايس ولا هعمل له اوكلوجن. احنا في الادلت كارديولوجي محتاجين العيان يعمل تي اي قبل الديسيجن، يعني تي اي مش هيقول بس مش هيجايد الانترفينشن بس، لا انا هعمل له قبل ما اخد الديسيجن عشان اقدر احدد الرمز كويس، عشان الرمز دي مش مقاس بس زي ما هقول كمان شويه. طيب بصيت لقيت ليفت تو رايت شانت، مازال الاورتيك ريم ديفيشنت، الاس في سي والاي في سي ريم الاثنين كويسين. تعالوا بقى نحفظ الصوره دي، ودي الرمز بتاعه الاي اس دي في الفوري تشامبر، ده هو البوستيريور ريم ريليتد للرايت بالمونري فينز، هما البالمونري فينز رايت وليفت، والليفت دول بعاد عن الاي اس دي، الرايت هما لناحيه الانتر اتريال سيبتم. وبعدين الاي في فالف ريم، وبعدين دول كانوا عند زاويه زيرو، بعد كده رحت عند زاويه 45 وجبت الشورت اكسس ورحت عند الاورتيك ريم، ومازال هنا برضو في جزء صغير من البوستيريور ريم. اخر فيو هي البايكيفال فيو عند زاويه 110، وهقيس منها اس في سي ريم واي في سي ريم. دي تي اي فيوز عشان الاي اس دي اسسمنت، انا حاططها يعني تفضل ريفرنس اللي هياخد المحاضره. طيب قررت خلاص ان العيان هيعمل اي اس دي ديفايس كلوجر، ده انا كده الدور انتهى؟ لا انا ما انتهاش، انا رايح اجري ولا انترفينشن على الكاس لاب عشان اساعده في ايه؟ اساعده اول حاجه في الباسج بتاع الجايدنج نفسه اللي هيدخل عليه الديفايس، اهي ممكن اشوفها بال2 دي، اشوفها بال3 دي تبقى احلى، واحلى واحلى لو عملت الفيوجن ايمجينج. يعني ايه فيوجن ايمجينج؟ يعني عندي 3 دي ايكو في الكاس لاب وكونكتد بجهاز الاسطره، وبيحصل فيوجن، بنحط اوفرلابنج من الصوره 3 دي دي على الايكو وبنتخيل واحنا شغالين. دي كانت اول خطوه اللي هي الجايدنج. خلصنا؟ لا لسه ما خلصناش، لسه ان انا هعمل هينفخ بالبالونه، الانترفينشن هينفخ بالبالونه، والبالونه هتبقى احدث يعني طبعا هي المفروض تكون مليانه صبغه. وبعد كده انا هقيس وهو برده هيقيس بالفلورو، اهي انا هستخدم هقيسها في كذا بلين وهو كمان هيقيس بالفلورو، وهنطلع افريج. وبعد ما نطلع افريج ده هنحط اي اس دي ديفايس اكتر 3 مللي من مقاس البالونه. تالت خطوه ايه؟ ان هو بقى هيبدا يظبط البوزيشن بتاع الديسكس، حطهم قبل ما يعمل ريليز، يعني قبل ما يطلع بالجايدنج بتاعه. انا هبص 3 دي تي اي وهتاكد ان هما ويجلينج، يعني الديسكس ماسكين على الرمز كلها. وبعد كده هو خلاص هيعمل ريليز وانا هبدا اسس الاوتكم. طيب رايح اسس ايه في الاوتكم؟ اول حاجه المنظر ده، البوزيشن، وان هما ويجلد على الرمز بتاعتهم. الصوره دي بقى الفيديو ده، دي اي اس دي ديفايس بعد ما ركبت اكتشفنا انها صغيره وبتقع زي ما انتم شايفين كده في الرايت اتريوم. ممكن استخدم كونتراست، احقن كونتراست او بابل ماليه الرايت اتريوم، دي صوره باي كيفال فيو، المفروض كل ده كده رايت اتريوم، كل ده مليان اهو ومفيش اي حاجه عدت للليفت اتريوم، يبقى انا كده ايه سكسسفول. او ببساطه اعمل كلر، اعمل كلر اشوف ايه هنا، في فلو ثرو ديفايس اهو صحيح، بس الديفايس دي لسه نوت ريليزد، لسه منفوخه، وهي نوت ريليزد، وحتى قبل ما يحصل انسولياليزيشن ممكن يبقى فيها فلو، ده عادي يعني دي حاجه نورمال، او يبقى فيها سمول ريزيديوال ليك زي المنظر ده، شايفين مالناش دعوه بالميترا ريجرش، الفلو الصغير قوي ده تمام، دي حاجه ريزيديوال مش سيجنيفيكانت، او يبقى سيجنيفيكانت ريزيديوال شنطه زي الاخيره دي. رايح اشوف ايه في الاوتكمز كمان، انا خلاص اتاكدت ان اللي هو ان بوزيشن قافل الديفكت، وتاكدت ان مفيش ريزيديوال، رايح اتاكد ان هو الرمز دي، الرمز دي كان ليها وظيفتين، اول وظيفه بتاعت ال 5 مللي دي كنت انا عايز اقول ان هيسند عليها كويس الديفايس، وتاني وظيفه ان انا بتاكد ان في مسافه بين الديفايس والسراوندنج ستراكشر عشان ما اعملش انكروشمنت عليها. اول صوره دي البالمونري فينز، دي ابر اوسوفجيال ليفل تي اي اي، والبالمونري فينز هنا الفلو بتاعه الباين هنا ان الكلر فلو لامينر ما فيش اي تربلانس عليه. دي اشوفه بعد كده على الميترال فالف، ده ايكو الاول لديفايس قريبه صحيح من الميترال فالف انما مش عامله اي انكروشمنت، لا في ستينوزس ولا ريجرش،
ودي صوره ثانيه بقى لميترال الانتيريو ميترال ليفلت. شوفوا عاملين ازاي الاي اس دي ديفايس داخله عليها خالص، عامله لها امبنجمنت. اوكي بسم الله. طيب الريليشن للاورطه برضو شايفين هنا دي ازاي اباتنج على الاورطه كروت، دي كده بيبقى فيها ديسك اوف ايروجن. الريليشن خلاص دي الريليشن للاس في سي، الريليشن للاي في سي، وبعد كده الحالات اللي مش هيتعمل لها انترفينشن زي الحاله دي كده بنبص عليها لقينا ار في اتش وسيفير بالمونري هايبرتنشن والبالمونري ارتري دايليتد. الكيو بي على كيو اس بتاعها هيبقى عالي ولا قليل؟ هيبقى قليل صح كده، لان حصل خلاص ريفرزل للشنط. خلاص دي حاله ايزنمنجر سندروم، راح تاخد بوزنتان وبس يعني. طيب في حالات ثانيه بقى هي مش كونتر اندكيشن بس هي ديفيكولتيز نبقى عارفين عنها. الحاله دي مثلا فيها رمز كفايه ولكن الرمز مال الاينمنت ما هماش قصاد بعض، ما هياش كونترا انديكيشن بس محتاجه بيسموها سبايرال اس دي، محتاجه يتعمل 3 دي تي اي واحنا شغالين. بسم الله. فينستريتد انتر اتريال سيبتم برده ما هواش كونترا انديكيشن. تو اس ديز ممكن يتعمل هما الاثنين يتعمل لهم ديفايس كلوجر. بسم الله. طيب بي اف او، وبعد ما اخلص هسال اساتذتي هم المفروض الحاله دي تتمانج ازاي لان ما فيش عليها جايد لاينز واضحه. الست دي عندها مايجرين ان ريسبونسيف للميديكال تريتمنت، الابيكال فورست شامبر فيه انيوريزم في الانتر اتريال سيبتم، حققنا بابلز، البابلز عدت للال في، عملنا تي اي لان انيوريزم في الانتر اتريال سيبتم وحطينا عليه كلر لقينا بي اف او. كويس. اخر كلمه عايز اقولها في الاي اس دي، مش هنتلخبط في الحاجات اللي قدامنا ده اهي. بسم الله. الفلو ده اهو بعد سيبتوستومي ممكن يبقى موجود، بتاعت اي بي، بتاعت بالون مايترال، بتاعت وات ايفر. التربلنس ده بتاع بالمونري اوفر فلو في الاي اس دي، لازم ابص على البالمونري فالف نفسه 2 دي واتاكد ان هو الفالف نفسه مش ديسبلاستيك. دي مش ليفت اتريال ماس، دي الاي اس دي ديفايس كلوجر، الشادو بتاعها في الليفت اتريال. اوكي بسم الله. تاني واحد هو الفي اس دي. الصعوبة اللي موجودة في وصف الفي اس دي دايما من الميكس بين السايت والطيب، لو فرقناهم تماما واحنا بنفكر في الحالة وهي قدامنا بنعملها ايكو مش هنتلخبط. عشان نبقى عارفين السايت، السايت يعني اناتومي بتاع انترفنتريكولار سيبتم اللي هو بيتدرس من ناحية الرايت سايت اللي هو انلت ان ريليشن للتريكاسبيد فالف، اوتلت ان ريليشن ل البالمونري وابيكال ترابيكولار بارت. كذلك الفي اس ديز هيبقى السايد بتاعها يا اما انلت يعني انا شايفها في فيو الترايكاسبيد والميترال فاتحين والاورطه والبالمونري قافلين، يا اما اوتلت يعني انا شايفها في فيو الاورطه هو اكتر واحد فاتح التانيين مش باينين كويس، او بعيد عنهم هما الاثنين فبقى اسمه ترابيكولار. وساعه الترابيكولار ده انا عارف من شغل الكروناري السيجمنت بتاعت الهارت وهقدر اقول هو بيزل يعني او هو بيزل او ميد او ابيكال، وهقدر اقول هو انتيريور او بوستيريور من اللي احنا عارفينه. طيب انا عرفت ان هو اوتلت في اس دي، هيبقى السؤال اللي بعده هو ده كده ده نوعه. طيب ده السايد بتاعه، طب هو نوعه بريمبرنس ولا ماسكولر؟ هحط الباراستينال شورت اكسس على مستوى الاورتيك فالف، هبص على الديفكت بتاعي لازق في الترايكاسبيد فالف، مفيش بينه وبين الترايكاسبيد فالف اي تيشو بالمره بقى اسمه بريمبرنس اوتلت في اس دي، لازق في البالمونري فالف والفلو بتاعه رايح ناحيه الار في او تي بقى اسمه سب بالمونري او سب ارتيريال او سوبرا كريستال او دبلي كوميتد في اس دي، في تيشو على الناحيتين وهو في النص بقى اسمه ماسكولار اوتلت في اس دي. طيب ده كده اوتلت، يتبقى الانلت اللي انا شايفه في الابيكال فورست شامبر فيو. وساعه ما اقول انلت في اس دي منتظر ان الكلمه اللي تتقال بعده على طول اذا كان في اوفر رايدنج وستريدنج ولا لا. يعني ايه الكلمتين اوفر رايدنج؟ كلمه واضحه ان الفلو بتاع الفالف رايح بيصب في تو تشامبرز، يعني لو مثلا بقول اوفر رايدنج مايترال يبقى الليفت اتريوم رايح يصب من خلال المايترال في ار في وال في، وكذلك الترايكاسبيد. كلمه اوفر رايدنج مهتمه بالفلو مالهاش دعوه بالاستراكشرز، فتطبق على اورطه وميترال وترايكاسبيد وبالمونري، وتطبق حتى على الفيزلز فنقول اوفر رايدنج اورطه، وساعه الساينس فينوس اس دي برضو بنقول اوفر رايدنج اس في سي مش مشكله. انما لو
الاسترادنج بقى مختلف في ان هو بيتكلم على استراكشر ويتش از السفالفولار اباريتس اللي هو الحاجه اللي موجوده بس في الميترال والتريكسبيد فالف. استرادلنج يعني ايه؟ يعني السفالفولار اباريتس بتاع 1 فالف رايح يمسك في الناحيه الثانيه، يعني السفالفولار اباريتس بتاع ميترال رايح يمسك في الرايت سايد، يمسك بقى في الكريست بتاع الانترفنتريكولار سيبتوم، يمسك في الرايت سايد بتاعه، يمسك في الار في فري وول، واتيفر، هو كده اسمه استرادلنج. مهم يعني الاسترادلنج مهم لانه ممكن ببساطه يبقى السبب الوحيد في حاله فيري كومبلكس لان هي تروح سنجل فنتريكولار استراتيجي. ممكن يبقى العيان يعني مليان كونجيت هارت ديزيز وكلهم ممكن تعمل لهم توتال ريبير، بس وانس هو في استرادلنج يعني لغايه قريب خالص كان ممكن يعني كان هيبقى سنجل فنتريكولار استراتيجي. لسه بادئ كده في مستشفى الاطفال الدكتور احمد عبد العليم يعمل حالات استرادلنج يعمل لها كومبليت ريبير. خلاص الماسكولار اوكي. طيب اول حاله بنت عندها 17 سنه، معروف من وهي طفله ان هي عندها في اس دي ومتابعينه لانه مش عامل اللي في فوليوم اوفرلود، بتشتكي من ديسنيا. بصينا عليها الديفكت باين والاورطه فاتح فهو اوتلت، والجريدينت عليها اكتر من 60 فهو ريستريكتيف. بس هي ما زالت بتشتكي فعايزين نتاكد اذا كانت كانديديت لديفايس كلوجر ولا لا. عملنا لها 3 دي عشان نبص على الاورتيك ريم لان الاورتيك ريم بتاعها فيري ديفيشنت، ديفيشنت في الفي اس دي يعني اورتيك ريم اقل من 2 مللي، لان اقل من 2 مللي فما عملنا لهاش حاجه، اكيد مش هندخلها جراحه عشان بس ان هي كلاس 1 او 2 اللي عندها. فعلى هذا الاساس قلنا لها انفكتيف اندوكاردايس بروفلاكسز وفولو اب. طيب الولد ده هو رايح الجيش سموا عليه مرمر فبعته لنا، فلقينا في ديفكت، الديفكت موجود هنا في الفيو دي والاورطه فاتح فهو اوتلت، موجود لازق في الترايكاسبيد فالف، ما هواش ما فيش بينهم وبين بعض تيشو فهو بريميمبرانس اوتلت. وبعدين لقينا في انيوريزم فورميشن از ترايل اوف هيلينج للفي اس دي ده، وبناء عليه قلنا الفي اس دي ممكن الاكشوال ديفكت يبقى كبير صحيح، انما الريزيديوال او الفانكشنال ديفكت قليل، وبناء عليه برضه قلنا له فولو اب. دي حاله اللي عامله ديفايس كلوجر، وساعه ما ببص عليها عايز اتاكد ان الديفايس في مكانها زي الحاله دي انه كده ومش عامله ال في او تي اوبستراكشن وما فيش في حواليها ريزيديوال. طيب ده عيان بقى ما حدش قال له يعمل انفكتيف اندوكاردايتس بروفلاكسز، وبناء عليه حصل له الفيجيتيشن دي، والدرس اللي متعلمينه هو عنده صحيح انيوريزم بس الانيوريزم ده يعني ترايل اوف هيلينج دازنت بريفنت الريسك اوف انفكتيف اندوكاردايتس، وغالبا الانفكتيف اندوكاردايتس هتحصل على الرايت سايد من الفي اس دي. تذكر بقى لان الحالتين دول ما عندهمش في اس دي، الست دي يعني الميرمر اللي عليها كونتينيوس والفلو اللي عليها كونتينيوس فهي رابشر ساينس اوف فالفا انيوريزم. العيان ده هو صحيح عنده ماسكولار في اس دي والفلو باين، بس هو راجل عجوز وبورلي كنترول دايابيتس وكان عنده شيست بين من اسبوع، وهو دلوقتي عنده في اس ار والايكو هو السبتم اصلا هايبوكاينيتيك وفريابل حواليه. البي دي اي مش هنتكلم عنها كتير، هي كوميونيكيشن بتوين الديسندنج ثوراسيك اورتا والليفت بالمونري ارتري، والفلو بتاعها رايح يوصل للمين بالمونري، وبناء عليه انا رايح ادور عليها في الفيوز اللي فيها الديسندنج ثوراسيك اورتا والمين بالمونري والليفت بالمونري. يطلعوا ايه الفيوز دول؟ يطلعوا باراستينلا شورت اكسس، هنشوف فيه البالمونري بالبايفوركيشن بتاعه، يطلعوا السوبرا ستيرنال سواء لونج اكسس او شورت اكسس اشوف بيهم الديسندنج ثوراسيك والبالمونري برضه، ويبقى لها فيو واحده مخصوصه لها اللي هي الهاي باراستيرنال ساجيتال فيو او اسمها الدكتال فيو اللي راح تقطع بالمنظر ده، نحطها هنا في السكند او الفيرست ليفت انتركوستال سبيس، وراح تقطع بالمنظر ده فتقطع الاورتيك ارش، هتقطعه كروس سيكشن، وبعدين هتبين البالمونري ارتري بالبايفوركيشن بتاعته، والبي دي اي تبان كده اكنها الضلع ثالث، ممكن تبقى كبيره قوي لدرجه انها تبان اكنها ثيرد برانش من البالمونري ارتري بيسموها 3 ليجد بنطلون ساين. وبعد كده هبقى عايز اقيس البي دي اي دي، عايز اقيس بالمونري اند واورتيك اند. رايح اقيس بالمونري اند ببساطه من باراستينا شورت اكسس ومن داكتال فيو، رايح اقيس اورتيك اند من سوبرا ستيرنا لونج اكسس فيو، وبعد كده رايح اخد عليها كلر واشوفها زي دي كده. دي حاله، دي حاله حلوه دي بقى شورت اكسس فيو، فده ده الاورتيك ارش كده وده البالمونري ارتري، ويا دوب احنا شايفين الفلو هو داخل المين بالمونري.
الحاله دي بقى دي ده اللي احنا عارفينه على طول بنشوفه اللي هو البارستينا شورت اكسس، وشايفين الفلو الازرق بتاع البالمونري فلو والسنترال فليم اللي في النص بتاع البي دي اي. طيب انهي صوره من دول هي الكونتينوس بتاع البي دي اي؟ كلهم اكوردنج للبالمونري ارتري بريشر. يعني في الاولانيه البالمونري ارتري بريشر نورمال او اقل من ثلثين السيستميك، فما زالت الفلو ليفت تو رايت، وبعد كده بدا البالمونري ارتري بريشر يزيد فيعمل باي دايركشنال في الثانيه والثالثه، واخر واحده خلاص الفلو كله بقى رايت تو ليفت. الصوره دي انا مش عشان اقول منها الكونتينوس ويف بتاعه البي دي اي، الصوره دي بقول لكم منها ان احنا ما بناخد في الروتين ايكو بتاعنا الباراستينال شورت اكسس وبنعمل بنبص على البالمونري فالف وبناخد عليه بالست بس، احنا تقريبا بنمس كل الحالات. وما بناخد عليه كونتينوس، احنا يا دوب بنشوف اول حاله اللي هي في كونتينوس فلو، وبرده بقيه الحالات هنقول عليها بالمونري فلو او هنقول عليها بالمونري فلو بالمونري جرش. انما لو خدنا كلر ودورنا على البي دي ايه هنلاقيها. فيبقى الباراستينال شورت اكسس محتاجه 2 دي على البالمونري فالف وبعدين بالست وكونتينوس وكلر. هي بي دي اي في ادلت كونجيت هارد ديزيز، فبقى لها فتره كبيره معاه، وبناء عليه هي عرضه للكومبليكيشنز. الصوره دي هو المفروض ان انا الاقي الاورتك ارش مرسوم والرايت بالمونري ارتري صغير قوي، والبي دي اي لو موجوده المفروض انها بتبقى خط كده هنا يعني. فكل دي بقت انيوريزم في البي دي اي. والحاله دي فيها فيجيتيشن على البي دي اي برده، كان فيها هاي جريدينت فعملت انفكتيف اندوكاردايتس. الحاله دي جايه تعمل كنترول ايكو بعد بي دي اي ديفايس كلوجر، شفناها في مكانها. بصينا عليها في السوبراستينال لونج اكسس لقيناها بروترودنج في الاورطه شويه، فقلنا ناخد عليها كلر وكونتينوس، لقيناها مش عامله تربلنس ومش عامله هاي جريدينت، فقلنا عليها سودوكو ارك اللي هو حاجه فيري كومون في حالات البي دي اي ديفايس كلوجر. بسم الله. الكونجنتال اورتيك ستينوزيس، احنا ما بنتكلم على اورتيك ستينوزيس عامه بقصدنا فالفولار، بس ساعه ما بنقول كونجنتال بنلاقينا بنسال هو الليفل ده سب فالفولار ولا فالفولار ولا سوبرا فالفولار. والسب فالفولار ده هو دايناميك يعني هوكم، اللي هو بقى كلام هو الهوكم ده جينيتك كارديوميوباثي بريزنتنج في الادلت هود ولا هو كونجنتال هارت ديفكت وات ايفر، يعني احنا عايزين نقوله كنوع من السب فالفولار اورتيك ستينوزيس، او ان هو يكون فيكسد اللي هو الممبرين او الفايبر ماسكولار ريتش الفالفولار وات ايفر التايب اوف النمبر اوف كوميشرز، والسوبرا فالفولار بالمورفولوجيز بتاعته. بسرعه قوي على الهوكم، وهو كده كده له محاضره لوحده ان شاء الله. ان شاء الله، ما انا عشان كده هقولهم بسرعه جدا او يعني مش فيش حاجه يعني. الهوكم سام اشدجر يعني سيستوليك انتيريور موشن، شوفها بالام مود وشوفها بالتو دي. اش شوف الاسيمتريك ريسبتور هايبرتروفي في اللونج اكسس وفي الشورت اكسس. دجر يعني ليت سيستوليك acceleration اللي هي الحاجه بتاعه الديناميك اوبستراكشن. واي يعني تربلنس فلو عامل منظر الواي، وان ارم بالتربلنس اكروس ال في او تي، واذر بالاكسنتريك بوستيريور ميترال ريجرج. ام يعني ميد سيستوليك كلوجر في الاورتيك فالف بسبب الديكريس في الاستروك فوليوم مع الديناميك اوبستراكشن. السب اورتيك ممبرين، السيدي دي عندها 46 سنة بتشتكي من ديسنيا وبالبيتيشن، سمعنا عليها ميرمر بتاع أورتيك سينوزس وأورتيك ريجيرج. لقينا الصاب أورتيك ممبرين ده اسمه كالينس وكديستانس من الأورتيك فالف، وخدنا عليه كونتينيوس وكالر، ولقيناه عامل سيفير أورتيك سينوزس ومودريت أورتيك ريجيرج. الكونجنتال اورتيك فالفولار اورتيك ستينوزس يحصل مع وات ايفر نمبر اوف كاسب، ممكن يبقى يوني كاسبد سواء فيها كوميشر او ما فيهاش، الصوره اللي قدامنا دي فيها كوميشر اهي، ممكن يبقى مع الباي كاسبد، وهيتقال بقى في الاورتيك ستينوزس بتفاصيله. زي الصوره دي كده انا شفت من اللونج اكسس، توقعت ان في باي كاسبد لان شايف دومينج وهو بيفتح في السيستول وشايف اكسنتريك كلوجر في الدايستول. وبعدين خدت عليها الشورت اكسس ولقيتها فيوزد. اوكي، اول صوره دي ده الشورت اكسس بتاعها برضو، لقيت هنا الفيوجن ما بين النون كوروناري والرايت كاسب. اوكي، ممكن يبقى كوادري كاسبت زي دي، وغالبا مش عارف اشخصه الا بفور دي. السوبرا فالفولار اورتيك ستينوزس بالتو مورفولوجيز بتوعه، يا اما اور جلاس كونستريكشن، في كونستريكشن في النص قبله حاجه واسعه اللي هي الانيوريزم اوف ساينس اوف فالزلفا، وبعده حاجه واسعه اللي هي البوست ستينوتيك دايليتيشن، او يكون ديفيوز ديوبولار هايبوبليزيا. اخر حاجه الكوارك اللي هو واحد من الاوبستراكتيف ارش انوماليز، الاوبستراكتيف ارش انوماليز الثانيه اللي هم الانترابت اورتيك ارش ديوبولار هايبوبليزيا اكيد مانيفيستنج في البيدياتريك ايدج جروب، اللي يهمنا احنا الكوارك الدكتال والبوست دكتال.
رايح ادور على الكوارك اف ايه، رايح ادور على الاورطة عايز اشوفه هو لونج اكسس، فاشوف بروكسيمال سيجمنت وكونستريكتد بارت وديستال سيجمنت، فرايح عايز اخد لونج اكسس في الاورطة، فبقول كده في الكواركتيشن انا بشك فيه من هيستوري اكزامينشن وبشك فيه وانا بعمل العيان الترانسوراسيك، ولكن بروح ازود الاحتمال بتاعي بالسبكوستال، اما اروح ابص على الابدومن الاورطة في السبكوستال فيو وبعدين اشخصه اما اطلع للسوبرا سينال لونج اكسس فيو. السوبرا سينال لونج اكسس فيو اهي هما الاثنين بيتخدم، هما لونج اكسس هما الاثنين والاثنين متاخدين عند الساعه 12 هيبان فيها الاورتيك ارش وطالع منه الثلاث برانشات النومينيت، وهنلاقيه مكمل رايح لشمال الشاشه اللي هو يمين العيان والتانيين على يمين الشاشه، وده السبكوستال لونج اكسس فيو اللي هو برضو النوب في السبكوستال ويندو عند الساعه 12 وشفت الاي في سي وعملت شويه انكلينيشن تو ذا ليفت وجبته، والنورمال فلو هو المنظر اللي قدامنا ده اللي هو البلساتايل فلو، ودي الفايندنجز اللي موجوده في الاورتيك اركيتيشن اللي هي ان انا شفت في السوبرا سينال لونج اكسس فيو شفت الكونستريكشن نفسه بال2 دي وبعدين خدت عليه كونتينوس فلقيت هاي فيلوسيتي سيستوليك ودايستوليك بيرزيستنس اوف فورورد فلو اللي هو اسمه دايستوليك تيلينج موجود، وبعد كده رحت عملت كلر برضو لقيت تربلنس، وبعدين رحت بصيت على السبكوستال فيو فلقيت البلساتيليتي بتاعت الابدومن الاورطه قلت، الفيلوسيتي هنا نص يعني المفروض لو اقل من متر يعني فدي حاجه سسبيشس وتبقى كونتينوس فلو. شكرا يا جماعه. شكرا يا احمد الرضا، كومبريهنسيف برزنتيشن واكسلنت ولا تقل عن يعني حاجه تتعرض كده حاجه انترناشونال ما شاء الله. السلام عليكم جميعا، وانا سعيد الحقيقه بوجود حضراتكم وببارك دكتور انصاف دكتور شريف ودكتور هناء على المجهود العظيم ولحضراتكم جميعا. اشكرك يا رضا، برزنتيشن هايله، بس كنت اللي هي ادفانسد وعاليه جدا، كنت احبك يا حماده برضو ان احنا في الادلت ايكو اخبارك حماده بالنسبه للزملاء والشغالين هم مش كلهم سبيشاليزد كونجينيتال، ف يعني كنت مثلا حاجه زي البي دي اي يعني كنت بشتغل يعني وين يعني ايكو كاردوجرافيكلي وين سسبكت يعني ما تلاقي مثلا ليفت سايد ديليتد ومش لاقي له اكسبلينيشن ما في الميترال كويس يعني اقصد الفوليوم اقول له كده. لحد ليه اسئله لاحمد؟ ماشي. ترانسف احنا تروح هلا طيب تروح هلا محفوظ يا